يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، صباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة، كل أمنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. حلقة صباح النور النهاردة الثلاث 4 يوليو 2023، يا رب يكون يوم جايب كل الخير لحضراتكم جميعا. وحشتوني جدا جدا جدا، وسمعت لسه بيقولوا ان انت من غيري كنت عمال تلخبط في التاريخ ومش عارف شمالك من يمينك، ولا النهارده الثلاث ولا الاربع. صدقيني بصي هما بيحاولوا يجاملوكي، فبيجوا على حساب انا هجيب الحلقه من على اليوتيوب. هات الحلقه من على اليوتيوب وانا اشوف قلت التاريخ صح ولا غلط. انا بلخبط في التاريخ عشان انا كنت، عشان انا مش موجوده. لا كنت حاسس خلاص يا اسحاق، ما تتكسفش. حاسس ان الاجازه ايه؟ ما تتكسفش. ما تتكسفش. طبعا يا هبه وجودك اكيد فارق مع الساده المشاهدين يعني. لكن معايا انا مش عارف. صباح الفل على حضراتكم، يا رب يوم جديد كله خير وبركه وصحه وسعاده وكل الامنيات وكل الحاجات الحلوه. والنهارده 3/4 صح كده؟ 4/7 اللي عيد ميلادهم 4/7، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. هي هبه بص انا فاهم الشغلانه، تحب تغلوش 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 عشان ما نقولهاش ان انت خدتي اجازه بعد الاجازه. ايوه لان انا مش هجاوب كالعاده يعني. لا طب ما انت معلش، انت النهارده كل ما بتيجي من اجازه الناس ابتدت تقول لك طب ايه الاجازه اللي هي يوم دي؟ يعني مثلا لما انا بغيب 3/4 ايام بتيجي تقولي لي كنت فين؟ بقول لك يا بقى كنت مسافر على الهوا عادي ورحت البحر. صح. انبسطت اجازه بقى. صح. لكن ايه وسط الاسبوع اخد اجازه؟ بس يبقى ده معناه ايه؟ ان في ظروف طارئه، ممكن ابقى تعبانه مثلا. لا طب ما انت ما كان عندك اجازه يبقى خدت بعديها يوم اجازه. لا مش لا مش جايز البحر اللي لقيتيه لطيف وحلو. لا لا مش هقول لك برضه يعني. طيب وبلاش الذكاء والفهلوه اللي عمال تعملهم عليا يعني. ابتدي بقى. طيب هو احنا النهارده كنا عمالين كده ايه، حاجه عمالين نلفها نجيبها شمال نلاقيها لا نعدلها يمين، يمين نعدلها شمال يعني. صراحه صح. عشان بس نبقى واضحين جدا معاكم. عمالين بنتكلم في فكره النجاح، انك تشوف حد كده ناجح او هو شاف نفسه انه حط رجله كده على اول السلم عشان يستمر في النجاح محتاج يعمل ايه؟ يعني حتى قعدنا نقول ايه هو كلمه مثابره دي معناها ايه؟ عشان واحد يحافظ على نجاحه محتاج يعمل مجهود، فهو محتاج مجهود عشان خاطر ينجح ويكمل في النجاح بتاعه ويحافظ عليه، ولا محتاج حبه ذكاء وفهلوه يلفها كده كده؟ هو ليه معلش وانت بتتكلمي قلتي ذكاء وفهلوه؟ يعني أيوة. ايه علاقه الذكاء بالفهلوه؟ هو لازم هو الاثنين الذكاء هو غير الفهلوه. أيوة عشان كده قلت عشان كده قلت لك ذكاء وفهلوه او فهلوه، ما قلتش ده أو يعني ما خليتش الاثنين حاجه واحده. طيب. لان الاثنين مختلفين تماما عن بعض. طيب مشيها ذكاء بلاش. الناس بتشوفها بتشوف ان الفهلوه دي طريق على فكره يعني. ماشي ما الفهلوه طريق بس ما بيكملش. عشان كده قلنا انك تحافظ ازاي على نجاحك. بصي انا من اسوأ الاسئله اللي ممكن تسالها لي فكره او، يعني ايه او؟ هي مثابره ولا يعني اجتهاد ولا ذكاء؟ هي الاثنين يعني. واحد مثلا ذكي جدا، انا بشوف ناس اذكياء جدا جدا جدا، خلي بالكم احسن لعيب كوره في العالم ممكن يكون ما لعبش كوره، ما تعرفوش. احسن ممثل في العالم ممكن يكون ما مثلش. احسن ده انا مؤمن بالحته دي. احسن مذيع في العالم ما جاش وما طلعش على الشاشه. ليه؟ إيه؟ ليه ما لقاش فرصه ولا ما كانش يمتلك من عنده الموهبه زي ما انت بتقول في لعب الكوره او في تلفزيون او في تمثيل، بس ما لقاش حد يساعده ويحطه على اول الطريق؟ ممكن يكون ما لقاش فرصه، ممكن يكون مكسل. واحنا عندنا دايما فكرة ان انا بكسل وان انا مش مجتهد وان انا بنام في بيتنا واقوم من النوم الساعة 2 الظهر واجي اقول لك مفيش فرصة، اصله مشوني. ليه يا عم مشوك يا عم؟ اصلا عشان اسمي معرفش ايه، انا عشان هم ليهم واسطة، انا عشان مش عارف ايه. مش مجتهد بمعنى ان هو مش ياما ناس يخلق اعذار لنا. ياما ناس اذكياء جدا 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 لكن ما عندهاش اجتهاد. صح. ما عندهاش روح المجازفة. تمام. وياما ناس مجتهدة جدا لكن بتجتهد بدون ذكاء، بمعنى ان هو بيمشي بيتعب كتير جدا، بيبذل مجهود كتير جدا، يقول لك انا بطلع من 6 الصبح ارجع 12 بالليل ودخلي مش مكفيني. فلو انا ما تعاطفتش معاه يقول لي بص 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 انت مش حاسس انت وحش. بالناس. لا مش انت حاسس، مش حاسس بالناس, مش حاسس بالناس. بس هو لازم يدور جواه ان في عنده حته غلط. يعني ايه بطلع من 6 الصبح
ارجع 12 بالليل ودخلي مش مكفيني، يعني اذا انت هو ده ما يقللش من مجهوده، يعني انت بتعمل مجهود بس بتوجه مجهودك او طاقتك او وقتك بشكل غلط، بشكل انت غلط. مش قادر تكتشف قدراتك او مهاراتك او ايه الحاجه اللي مطلوبه دلوقتي اقدر ان انا اعملها، وده يخليك بقى ايه تكمل الاجتهاد. يعني انت عايز تنجح وعايز يبقى عندك دخل، يبقى انا عايز انجح. هما حاجتين، قليل من الذكاء كثير من الاجتهاد، قليل من الذكاء كثير من الاجتهاد. الذكاء بيخليني اعمل ايه؟ بيوفر عليا طرق، بدل ما امشي 100 كيلو عشان اروح اسال واحد سؤال واحد بس، سؤال واحد بس، واطلع من بيتنا 5 الصبح واخد السوبر جيت وادفع فلوس وافطر في الشارع واتغدى في الشارع واتعشى في الشارع، هرفع سماعه التليفون او هخلي حد يعرفه يقول له كذا يا ايه، هيقول لي كذا يعني كذا. الذكاء بيوفر الطرق. طبعا انا بقول مثال يعني عبيط كده عشان الدنيا توصل يعني، لكن الذكاء بيوفر طرق. لكن الاجتهاد، انا بشوف الاجتهاد هي النعمه الكبيره جدا اللي بيها بنقدر نوصل. الذكاء لوحده ما ينفعش، وبرضه الاجتهاد لوحده بس ما ينفعش. يعني اكثر الحيوانات حتى اجتهادا بعيدا عن البني ادمين، مش هم الحيوانات الشهيره ومش هي الحيوانات اللي في فاقصد ايه، اقصد اقول ان الاجتهاد لوحده ما ينفعش، الذكاء لوحده ما ينفعش. فاكر يعني المثل بتاع المسابقه اللي كان فيها الارنب والسحلفه، والارنب كان بيجري بسرعه جدا وعارف نفسه انه كده كده هيوصل كام نطه كده خلاص تمام، والسلحفه ماشيه بطيئه جدا. الارنب عشان اعتمد على ده فريح وفاكر نفسه ان هو كده اول ما السلحفه تقرب ده انا نطه واحده ابقى وصلت. الكسل بتاعه خلاها هي الاذكى رغم انها الابطا، لكن هي وصلت قبله. هو اللي احنا عايزين نقوله النهارده انك انت زي ما اسحاق قال، قليل من الذكاء يخليك تحسب امورك كويس قوي، كل خطوه انت بتعملها وتوجه طاقتك ومجهودك اللي انت بتعمله في الطريق الصح. ممكن واحد يفضل ماشي وعامل مجهود 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 بس هو في السكه الغلط. يعني خليني اقول لكم مثلا، كتير من الشباب اللي هم يتخرجوا وعاوزين يشتغلوا، فهو فاكر نفسه انه اول ما يتخرج المفروض انه هيقعد على مكتب او هياخد وضعه الوظيفي وهياخد فلوس قد كده. وانا بشوف بقى ناس تانية بيقبلوا انهم ينزلوا تريننج في شركه او في مكان، يقول لك من غير فلوس، يقول لك مش مشكله هاخد الخبره من هنا وهتعلم من هنا وهجرب حاجه هنا. انا دلوقتي مش بدور على المكسب بتاع دلوقتي ان حد يديني مرتب، أنا قصدي ده مش بدور على مكسب، أنا عايز أتعلم. ده لسه عنده 20 سنة وبيدور على برستيج مش مكسب. برستيج تمام مثلاً. أنا عايز أقعد في المكان الفلاني. فأنا لما بلاقي شاب من الكلام وأنا أشتغل الشغلانة دي بقول له خلي بالك، أنا عايز أقول لك على حاجة، هتتمرمط وتشتري دي وتبيع دي وتروح هنا وتيجي هنا زي الناس العظماء اللي في حياتنا اللي عملوا ثروات من يعني من تعبهم ومن كدهم. هتبقى معاك يعني هتبقى حالتك المادية كويسة، هتروح تشتغل في مكان تبقى موظف صغير وان شاء الله تكبر واحده واحده والكلام ده كله، ما تطلبش الاثنين. يعني الاثنين ما بيجوش. يعني فكره ان انت مثلا تبقى مادياتك كويسه وانت لسه خريج وعايز يبقى عندك برستيج وتتصور عشان تتصور بالبدله والكرافته وتحط الصوره على الفيسبوك والبنات صاحباتك يعملوا لك اعجابات، هتبقى برضو الدنيا ضيقه على قدها. هتسعى في الحياه وتجتهد وده يضحك عليك وده ينصب عليك وده تكسب منه وده مش عارف ايه، ويبقى عندك خبرات كتيره في وقت قليل جدا، هتبقى انسان مختلف. لكن نسبه الشباب او نسبه الناس اللي بيفضلوا ان هم يكونوا مختلفين هو هيبقى نسبه لا تتعدى 5%. يعني لو ما أيوة قدامك بالزبط. 1000 شاب هتلاقي مش هتلاقي اكتر من 50 فرد فيه. هو ممكن يكون في نسبه اكبر، بس احنا اللي بيدور على الوصول السريع او بيكسل انه يعمل حاجه، يمكن حد من الاصدقاء كان بيتكلم معايا يعني قبل كده انا وسحاق، وبيقول على حد من الشباب اللي وهو لسه صغير لسه بيدرس في الجامعه يعني، وعشان بيشتغل يجيب بس لنفسه قرش يمشي بيه اموره، فبيشتغل في المطعم ده وفي المكان ده، ومطاعم حتى من الاسماء المعروفه على الكاشير. ممكن تروح تشتري حاجه من مطعم تلاقي اللي واقف على الكاشير بياخد منك او بيساعدك انك تطلب الطلب بتاعك انت عاوز ايه ويضغط او يديك، واحد تاني يقول لك حاجه تحب كذا، حضرتك تحب كذا، ده كويس جدا، عنده من الذكاء ومن البشاشه ومن الحاجات والامور اللي تخليك ممكن تشتري الحاجه بس عشان تقول ايه ده من وشه ومن طريقه كلامه. اللي زي ده
وانت واقف او في حد قال كده الولد ده هيبقى له مستقبل كبير، ده بكره وبعده مش يبقى بيشتغل في مكان او في مطعم، ده هيبقى صاحب مطعم ويمكن كمان تكون سلسله مطاعم اللي باين عليه. وقال له دي اول مره تشتغل؟ قال له لا، ده انا كنت بشتغل في المطعم الفلاني وفي المكان الفلاني. عمال يجرب لان هو لسه سنه صغير، فبياخد خبره من هنا ومن هنا ومن هنا، بكره يبقى هو حاجه كبيره. لكن اللي عاوز هوبا ينط اجيب فلوس منين، انا محتاج ملايين عشان اعمل لنفسي مشروع، مش هتيجي حضرتك خبرات كده. التعامل مع الناس هي لو خدتها وانت شغال في شركه كبيره جدا هتاخدها زي ما تكون اشتغلت وانت صغير في مطعم فول وطعميه مثلا، ده بيتعامل مع بني ادمين، ده بيتعامل مع بني ادمين، ده بيعرف يحل مشاكل وده بيعرف يحل مشاكل. الموضوع كبير قوي، لكن نشوف معانا استاذ عصام. صباح الفل. صباح الخير يا استاذ اسحاق. اهلا 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 بحضرتك. حضرتك الانسان ليه ثلاث مقومات بيشتغل عليهم. ايوه هبه بتصبح عليك. طيب الله، صباح النور يا استاذه هبه. صباح الفل. بس خلاص انا زعلان يا استاذ عصام، حضرتك صبحت على وانا لا خلاص البرنامج ما قدرتش اكمله لاني يعني انا متعود اشوفك بيصالحني يعني البرنامج من غير حضرتك. لا ربنا يخليك. لا البركه، انا بهزر، البركه في حياتي. حب يجامل استاذ عصام، حب يجامل يعني حب يجامل يعني من جوايا. لا ربنا يخليك. قول لي بقى يا استاذ عصام، النجاح ده يبقى ايه بقى وجهه نظرك؟ الانسان ليه حضرتك ثلاث مقومات. كواليفيكيشن، المؤهلات الدراسيه، تمام، الجوب، العمل. ثالث حاجه الهوبي اللي هي الهوايات. ماشي. يشتغل على الثلاثه دول وهيلاقي النجاح يجيله. صح. وبعدين قبل كل شيء ربنا هو اللي بيدي النجاح، لازم انا اكون مع ربنا عشان يديني النجاح. ولكن الآية بتقول إله السماء يعطيكم النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. لكن هو أنا مش قادر أعمل حاجة لوحدي. الله ما بيبعتش نجاح للكسلة. يعني ما لا ما بقول لحضرتك الثلاث مقومات دول هشتغل عليهم. تمام. أشكرك يا أستاذ. كواليفيكيشن، المؤهلات الدراسية، تمام، المؤهلات والعمل. تمام. شكرا لحضرتك. اللي هي المؤهلات. شكرا يا استاذ عصام. شكرا 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 ليك. مرة تانية وتالتة الله موجود في كل حاجة. يعني برضو احنا كتير مش بنتطرق للحتة الروحية عشان دي مفروغ منها، صح كده؟ طبعا. احنا بنقول لعيالنا ايه لما تلاقي حد من ولادك نجح، فتقول ايه؟ ربنا كلل تعبك. يعني اول كلمه بتقولها له، الكلمه دي على فكره يعني بترن بعد كده في ودانه. يعني ايه ربنا كلل تعبك؟ انت تعبت، تقعدش نايم وبلاي ستيشن وبره سهران مع اصحابك ومش عارف ايه، وتيجي قبل الامتحان لا ان شاء الله ربنا هيقف معايا. طب مش انت تعبت، عملت ايه عشان تنجح؟ قيسوا على ده في شغل او في اي حاجه. انا هكمل بقى الجزء اللي قاله استاذ عصام. انت عندك من الذكاء اللي يخليك نسبه، احنا برده مش لازم يعني نبقى فذ قوي، بس قليل من الذكاء زي ما قلنا، والاراده ان انت عايز تعمل حاجه بتجرب وبتجتهد وبتحاول انك انت تشتغل، لازم تنمي نفسك وتنمي قدراتك. يعني اللي بيحب البزنس بيبتدي يقرا في ده ويفهم ايه والاقتصاد ماشي ازاي والدنيا عامله ايه وبره الوضع ايه، لانه مهتم بمجال معين فبيذاكره. النهارده انا طالع عندي حلقه فانا هتكلم في ايه النهارده، ايه الاحداث اللي بتدور حواليا، لازم اذاكر شغلي، لازم ابقى ملمه بالاحداث اللي حواليا، لازم نقعد نتكلم ونتناقش في ده، بنمي قدراتي في مجال بتاعي. في حاجه احنا لازم نعملها بعيدا عن فكره الكلام المنمق والكلام اللي ده. يقول لك ايه بقى في الكلام المنمق؟ انت لازم يبقى عندك رؤيه كمان 5 سنين هتبقى فين. سؤال الاتش ار المعروف. سؤال الاتش ار ده، انت كمان 5 سنين هتبقى فين؟ انا عارف كمان 5 دقائق هبقى فين، لما كمان 5 سنين هبقى فين. يعني عايز تقول ايه؟ مش بيقول لك ما تبصش تحت رجليك، لا، في مجال وانت بتحلم وانت بتسعى وانت بتاع، لا بص تحت رجليك. انا النهارده عاوز يعني اجيب فلوس الجمعيه، انا بكره انا عاوز اجمع كذا، انا بكره عايز اعمل كذا. فكل يوم حط لنفسك هدف، فهتطلع السلم واحده واحده.
لكن أنا كمان 5 سنين وكمان 10 سنين وكمان 20 سنة اجتهد يوم بيوم، واجتهد من أجل الأسبوع اللي جاي، واجتهد من أجل الشهر، واجتهد من أجل سنة واحدة. وممكن سنة يعمل الاثنين يسحق. ما أنا فاهم يعني بس يعمل الاثنين، يعني كلام يسحق ياخد فعلا يعمل لنفسه خطة صغيرة اللي هي اليومية. يعني أنا عندي نهاردة انترفيو في مكان عشان مقابلة عشان أشتغل، تركيزي كله وحلمي كله أن أنا هقبل في المكان ده وإن شاء الله هتبقى أول سلمة في طريقي، فتركيزي إزاي أجهز للمقابلة دي واجتازها بنجاح، إزاي أول ما أدخل عايز أحقق تارجت معين في أول شهر أثبت بيه نفسي، في نفس الوقت عامل لنفسي خطة أنا أو بلاش مش بس خطة، حلم. فالحلم ده عشان أوصل له هعمل إيه؟ أنا أثناء ما أنا بشتغل هذاكر كذا أو هاخد كورس في كذا أو هنمي اللغة عندي عشان أبقى أحسن، عشان الدنيا دلوقتي محتاجة أن الواحد يبقى معاه لغة، من غيرها مش هعرف أعمل حاجة. مش مهم تبقى خريج جامعة، مش مهم تبقى مش عارفة كنت بتدرس في الجامعة الأمريكية ولا خريج مدارس انترناشونال، ولا المهم أن أنت تبقى بتشتغل بمجال دراستك. كتير جدا نجحوا في مجالات ما كانتش هي دراستهم في الجامعة، لكن نموا قدراتهم ومهاراتهم وذاكروا في الحاجة. ذاكروا دي مش معناها لازم تدخل تاخد شهادة، بس أن أنت تذاكر. الإنترنت النهاردة ما خلاش أي حاجة عايز تعرفها وتدرسها وتذاكرها بقت متاحة ومجانا، هتقدر أن أنت تدخل وتطلع فيديوهات عليها وتذاكرها، وفي كورسات كمان مجانية، اللي بيسأل ما بيتوهش، بس المهم أن أنت تبقى عاوز تعمل كده. مين معنا؟ أستاذ عماد. يا أستاذ عماد صباح الخير. يا صباح الفل. ازيك يا أستاذ إسحاق؟ ازيك يا أستاذ عماد؟ لا النهاردة ازيك يا مدام هبة؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ الله يخليك. تفضل قول لنا ايه رأيك بقى في الذكاء ولا الاجتهاد ولا الصبر كده لغاية لما اوصل؟ بصي، هو الأول اللي يا رأيي في الموضوع ان من السهل جدا الانسان يوصل للقمة ماشي، بس من الصعب قوي يستمر على القمة. صح دي. صح مظبوط. صح جدا. هي لو انا وصلت لاي درجة من اللي انت اتكلمت فيها من درجات السلم دي حتى لو القمة دي قدامها 20 درجة وانا حققت منهم درجتين وثبت عليهم وثبت مركزي فيهم، متهيألي اقدر اوصل للقمة اللي لأعلى درجة. أيوة صح. وواحدة صبرة ومش شرط زي ما احنا قلنا ان تعليم عالي او اي حاجة، لا مش شرط. ده ممكن الانسان فلاح بسيط خالص طبعا يجتهد في ارضه ينتج منتجات حلوة قوي ويزرع زرعة. طب أستاذ عماد، النهاردة أنا اجتهدت ووصلت لغاية القمة زي ما بيقولوا، حاجة بتقول الأصعب إن أنا أقدر أحافظ عليها، وصلت واجتهدت أحافظ عليها إزاي من وجهة نظر؟ أحافظ عليها إزاي؟ إن أنا ممكن ما أستشير، أنا وصلت لكده ممكن ما أستشير الناس اللي وصلوا قبل تمام، أقول لهم أنا وصلت للدرجة الفلانية دي وعايز أحافظ عليها. أحافظ عليها إزاي؟ يبقى في مشير في حياتي. صحيح. تمام. شكرا يا استاذ عماد. من خاب ما استشار يعني محل. صحيح. والذين بلا مرشد. طبعا انا يعني عايز اقول ايه بقى، يعني برضو احنا فكره الاستعجال، احنا بقينا في عصر كلنا مستعجلين سواء شباب او غير شباب. اللي هو انا عاوز، انا مثلا اتخرج انا عايز بكره ابقى كذا، وابقى بكره ده حاجه كبيره، مع ان اللي بيوصل مثلا يعني من المؤذي جدا ان انت تجيب لعيب صغير خالص وتروح منزله مع الفريق الكبير في مباراه مهمه جدا وتقول له يلا هنقيمك النهارده، هيفشل، هيتظلم خلاص. هيتظلم وهيفشل. فهي الدنيا لو ما مشيتش واحده 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 واحده، الدنيا ما تمشيش. يعني حتى في مجال شغلنا مثلا، يعني ليه نروح بعيد؟ يعني انا اعتقد مثلا لو انا ما كنتش اشتغلت مراسل الاول وخدتها واحده واحده وستيب واحده، يعني على قدها اتعلم والخبره تزيد في ربع ساعه هنا في 10 دقائق هنا، كنت هبقى يعني من اول يوم ما فيش. فاقصد ايه؟ اقصد اقول ان اي حاجه في الدنيا لما بتمشي في النطاق الطبيعي بتاعتها والنمو الطبيعي بتاعها تبقى واحده واحده. مش منطقي جدا ان انت تزرع زرعه النهارده بكره تلاقيها في زرعه، على فكره خلال اسبوع هيبقى تلاقي الزرعه كبرت قوي، تقول له ايه زرعه ايه ده؟ فهم مش بيبقوا عارفين اسم الشجره اللي بتطلع دي، تقول لك ده زرع شيطان.
اقطعه عشان ده بيطلع بتاع كده يبوظ لك الدنيا، يبوظ لك الدنيا. حتى الحاجات اللي بتتحقن مثلا ما بتطلع مش زي الحاجه الطبيعيه اللي نموها طبيعي اللي طعمها حلو واللي لها معنى. كل نمو ياخد وقت، كل نمو طبيعي جيد، كل نمو طبعاً طبيعي في الحياه الروحيه. يعني في الحياه الروحيه يقول لك ايه، انت لما تكون لسه مبتدئ خالص وجاي من بعيد جدا ما ينفعش حاجه اسمها انا بصلي كل صلوات الاجبيه وبحضر كل يوم قداس وبدنا، يقول لك تقول له طب ولو عملت كده ايه اللي هيحصل، يقول لك هتفشل هتقع. تقول له ما اعمل ايه، يقول لك التدريج في الحياه الروحيه. يعني حتى حياتنا مع ربنا ما كانش يعني تبقى فيها نوع من التدريج حياتك تفشل. فانا بشوف النمو الطبيعي التدريج هو ده اللي بيخلي النجاح ليه طعم طبعا، وبيخلي كمان الانسان يبقى فرحان بنجاحه. واللي بيوصل لأعلى حتة بالنسبة له أو وصل خلاص شايف إن يا ده أنا حققت نجاح كبير، عشان بقى تحافظ عليه. يعني إحنا أنت اتدرجت وصبرت وطلعت السلم من أوله ووصلت الحتة، اوعى تخلي في الحتة اللي أنت وصلت لها دي الغرور ياخدك، إنك خلاص بقيت مكتفي وإنك عارف بكل حاجة وعارف بكل الأمور ومش محتاج مشورة من حد. أو عشان تحافظ على الحتة اللي أنت وصلت لها تحاول إنك تحافظ عليها بالفهلوة مش بالشطارة، هتقع. الحياة عجلتها بتمشي بسرعة وكل ثانية فيها جديد، إن ما كنتش دايما تواكب وتبقى ملم بالدنيا اللي حواليك وتكون أمين وما تكونش مغرور مهما وصلت هتقع. وهنا بنقول ده الفرق بقى بين الذكاء وبين الشطارة وبين الفهلوة. فهي يعني باكج كده على بعضها، يعني عشان نوصل للنجاح ونحافظ عليه محتاج ان انت تبقى الخليط ده كله، ولا تكون بني ادم واقف محلك سر لا بتتحرك ولا بتروح ومكتفي باللي انت فيه عمرك ما تحقق حاجه، وما تشتكيش بقى من الظروف والحاجات اللي حواليك، ولا انك تستخدم الفهلوة بدل الذكاء عشان توصل بسرعه. لازم تتدرج والا هتقع بسرعه، ولما توصل لا تخلي الغرور ياخدك ولا الفهلوة تكون هي منهج لحياتك. يا استاذ سمعان صباح الفل. صباح الفل استاذه هبه. صباح الفل على حضرتك. صباح الورد على حضرتك. انا بكلمك عن النجاح، ان انا راجل كنت شغال في مصنع ملابس، تمام؟ تمام. بدات من الصفر، يعني اشتغلت قاضي مساعد صنايعي، وبعد كده لما ربنا كرمني وجبت صنايعي وحلو، دلوقتي بعلم الصبيان اللي معايا، لازم بعلمهم، علمت اخواتي وعلمت قرايبي وبعلم المستنيين، يعني مفيش حد بيجي محتاج اعلام ما معلموش. انت يعني تعلم مش هتستفاد بالعالم ده لوحده، يعني علم لي ايه وليه كل. انت حضرتك شغال لسه في مكان ولا فاتح مكان لوحدك؟ لا ربنا لسه ما كرمنيش في مكان، يعني شغال في مكان. وان شاء الله تفتح مكان لوحدك ويبقى كل الخير، يعني لان حضرتك انا الحمد لله كده، انا فرحان ان انا ايه بستفاد ان انا بعلم الناس، يعني تعليم الناس ده بركه كبيره، يعني انا من الزملاء طبعا. وانت ربنا هيكرمك عشان انت بتعمل كده، مش بتحتفظ بس لنفسك بالخير او بالنجاح او بالمعلومه، بتعلم غيرك وتفتح له باب رزق. اللي انت بتعمله بيفتح لغيرك باب رزق، فهتلاقي ربنا فتح لك اكيد. لسه بتاعي علمني، هو فتح لي باب رزق جديد. انا كنت شغال لسه صابر، قال لي انا اعلمك وهتعمل باب رزق جديد. انا خدتها منه الصراحه مشكورا، وبعلم الناس، يعني اللي بيجي مثلا من الصعيد انا هعلمه، هو بياخد عليه اتعاب، يعني مش بدلاً. أيوه. الله يبارك لك، ربنا يبارك لك. دي حاجه جميله جدا، وجميل اللي يحب الخير للناس. واحنا لما بننجح، لو احنا اولاد اصول ما بننساش حاجتين، ما بننساش كل حد علمنا، كل حد فهمنا، كل حد خلاني اكون كويس لو انا كويس. وعشان برضو احنا بني ادمين ما بننساش برضو كل حد حاول يوقعنا، وكل حد حاول يزقنا، وكل واحد حاول يكسرنا واحنا لسه يعني سفيفين، كنا نتكسر وكنا ضعاف، فكنا يتجاب تحت رجل اي حد. لكن ما بننساش ده وما بننساش ده، ننساش كل حد وقف جنبنا في اي مجال، وما ننساش برضو اللي حاول يوقعني واللي حاول يكسرني. ودول الناس دول هيفضلوا موجودين طول ما في حاجة اسمها كوكب الأرض، والناس دول هيفضلوا موجودين طالما في حاجة اسمها كوكب الأرض، لأن هي دي طبيعة البني آدمين. لكن ما فيش أجمل أن أنت تساعد إنسان أن هو ينجح. أنا بفرح جدا لما بلاقي حد يقول لي أنا لو اديت فلان قرشين هيلف يلف ويرجع تاني يقول لي هات قرشين تاني عشان اتزنقت تاني، لكن أنا لو علمته حاجة جديدة هيفرق معي. زي المثل اللي بيقول خير أن تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد، اللي هو علمني عرفني افتح لي باب رزق جديد. بحب قوي الناس دي.
بالظبط. وانا بفرح قوي لما بشوف حد داخل في مجال جديد عشان يشتغل، تلاقي عينه دايما على كل حاجه بتحصل حواليه ويسال ده بيتعمل ازاي وهنا اقول ايه واعمل الحاجه دي ازاي. اللي عاوز يتعلم بيتعلم، بتلاقوه بيسال ويشوف وعينه كده دايما على ده وعلى ده وعلى ده، ومش مستعجل الامور لكن جواه شغف انه يتعلم ويبقى احسن. طول ما انت بتعمل كده هتوصل، طول ما انت بتساعد غيرك، اصله غيرك ده مهما علمته مش هياخد رزقك ولا هيشيلك عشان يقعد مكانك. اعمل الخير بحرص برضو وبذكاء وهتلاقي ربنا يرد لك الخير ده، زي ما بتعلم زي ما ربنا هيبارك لك في رزقك وفي مكانك. استاذ يوسف صباح الفل. الو يا استاذ يوسف اهلا بيك. ازيك يا استاذ سحاب؟ الله يخليك يا استاذ يوسف. انا بتابع حضرتك من زمان ونفسي اكلم حضرتك انت والاستاذه هبه. ده شرف لينا. صباح الفل عليك يا استاذ يوسف. التليفون على طول بيبقى مشغول. معلش. ده شرف لينا يا استاذ يوسف. ربنا يخليك والحمد لله على السلامة من الأستاذ بهير والحمد لله على السلامة لحضرتك. ازيك يا أستاذ سحاب؟ الله يخليك يا أستاذ يوسف. قول لي بقى النجاح ده بتفكر فيه ازاي وإيه رأيك في القصة دي؟ والله هو النجاح حضرتك بيبدأ بالناس اللي بتحبهم، لازم الناس اللي تحبهم يبقوا حواليك كلهم. لازم أحب الناس والناس تحبني عشان أوصل في النجاح. لو مش حواليا حد، ما هو في ناس ظروفها مخلياها بطولها. في ناس أنا حضرت في شرم الشيخ بقالي 32 سنة. تمام. ما نجحتش غير والناس بتحبني. واخد بال حضرتك؟ والناس كلها الحمد لله بتحبني كتير. يعني أنت تقصد الناس اللي حواليا أحب الناس والناس تحبني. يا أستاذ يوسف يبقى هنا الناس اللي حواليك تقصد مش شرط إن يبقى حواليا في ناس مثلا مفيش عيلة مفيش حد معين كده من القرايب، لكن محبة الناس أنت تقصد الناس المحيط اللي حواليا أزرع محبة فبمحبتهم تبقى علاقاتي حلوة بالناس أنجح أكتر. تمام تمام زي ما قلت كده أستاذ هبه. صحيح. أنا حضرتك يمكن ما كملتش تعليمي بس أنا دايما طب عايز اكلم حضرتك كل يوم، بحب المناقشه بينكم جدا. ده انت تنورنا على راسنا. نتشرف يا استاذ. ربنا يخليك. هنستناك بقى كل يوم. ربنا يخليك يا استاذ سحاب. ولو على فكره يا استاذ سحاب. ايوه. النجاح دايما السلم، انا طلعت من فرد امن. ايوه. لمدير. ربنا يديك الصحه يا حضرتك. ايوه. النجاح لازم انا عندي يعني ابتهاج ان انا عايز اوصل للنجاح بس بمحبه. صحيح. والاول والاول والاخر لازم اصلي. أيه. لازم. صحيح. اعرف ربنا كويس بدافع بفرض امن. صحيح. ربنا معاك يا استاذ يوسف. انا بكلمك من شرم الشيخ الوقت. ده احلى مكان شرم الشيخ. ولو ما اتصلتش لو ما اتصلتش بينا احنا هنتلكك ونجي لك عشان ننزل البحر. صباح الفل. نتشرف جدا بمكالمتك وهنستناك كل يوم. وهو مثل يعني بس هو فخور بيقول الظروف ما خلتوش يكمل تعليمه، هل يستسلم لكده؟ لا، فخور بنفسه ان هو بداها من فرد امن لغايه لما وصل انه يبقى مدير في مكانه او في مجاله. ربنا يديله كل النجاح. انا يعني دي كانت فقرتنا الاولى عايز اقول معرفش هبه تتفق معايا ولا لا، كل انسان مش عارف ينجح اوعى تلوم على الظروف، واوعى تلوم على غيرك، واوعى تلوم لان انت اتولدت ابن ناس غلابه، واوعى تلوم ان انت الامكانيات على قدها، واوعى تلوم ان انت ما اتعلمتش تعليم كبير، واوعى تلوم الدنيا، واوعى تلوم ربنا، واوعى تعمل كده. انت نجاحك انت المسؤول عنه. رغم ان ايه؟ رغم ان في فقر وفي ضيق حال، في تعليم قليل، في كذا في كذا في كذا، كل انسان لازم ينجح في حياته. اروم ان اراك ناجحا كما ان نفسك ايضا. كل انسان مدعو ان هو اولاد ربنا لازم يبقوا ناجح. ما فيش حاجه اسمها ما تنجحش، ما فيش حاجه اسمها اصل انا ظروفي مش مساعداني، مش عارف ايه. لا، لازم مهما وقعت، مهما فشلت، مهما اتكسرت، مهما كان اي حاجه، لازم تنجح. أكيد طبعا. أكتر الناس اللي اتهموهم بالغباء هم أذكى الناس اللي بقوا أشهر العلماء والمخترعين اللي أثروا في حياتنا. أكتر الناس فقر مادي، عشان الفقر مش بس كله فلوس، لكن أكتر الناس فقر مادي وعانوا في ظروف صعبة ممكن نلاقيهم هم أصحاب أكبر الشركات والأفكار والمشروعات، لأنهم حسوا بقيمة المجهود والتعب لغاية لما اتدرجوا. لكن ممكن حد يبقى معاه فلوس كتير قوي ومن عيلة كبيرة قوي ويفتقر والفلوس
يروح وما يحققش حاجه وما يبقاش حواليه ناس بتحبه ولا متدفي بيهم. فمش كل حاجه هي الظروف، اوعى ترمي ابدا ابدا الفشل على الظروف. النجاح بايدك انت وهو قرارك، حتى لو كانت الظروف صعبه، وفي في الاخر ربنا شايف مجهود كل واحد. صدقوني مهما كانت التحديات اللي بتقابلك، ربنا عمره ما بيضيع تعب حد ولا كمان بيظلم حد. صباح الفل عليكم، ودي كانت اول فقره، ونخرج نشوف آية اليوم ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صباح الخير. النهاردة رسالة السماء لينا رسالة جميلة جدا جدا جدا، صورة بلاغية في قمة الروعة، صورة جمالية وشعر ورومانسية وحب من نوع خاص جدا جدا جدا. بعته لنا رب المجد النهاردة على بالوحي الإلهي على فم حزقيال النبي في إصحاح 16 عدد 8، ويقول لنا: فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب فصرت لي. يا جملة جميلة وبليغة خالص خالص خالص، عاملة كده زي سفر نشيد الأنشاد اللي كتير كان بيشكك فيه. تعالوا النهاردة هو واحد من الأنبياء من أسفار العهد القديم الكبار ومن الأنبياء الكبار حزقيال، وأدعوكم أحبائي أن أنتوا تقروا إصحاح 16 ده بالكامل عشان تشوفوا القصة ماشية إزاي، وحكاية الحب اللي ما بين العريس والعروس متمثلة في النفس البشرية بصفة عامة، أو حتى بينا وكل واحد فينا وكل واحدة فينا بصفة خاصة، بين عريسنا السماوي وما بين النفس البشرية. بس قبل ما نخش في حالة الغزل دي، وقبل ما نخش في العريس اللي جاي يتقدم لعروسته، تعالوا نشوف الأول عروسته دي كانت عاملة ازاي قبل ما يجي يتقدم لها. من أول الإصحاح يقول كده رب المجد بالوحي الإلهي لحزقيال: يا مولدتي، المفروض اللي هي النفس البشرية دي المولودة الصغيرة دي، ولدت من أب أموري وأم حسية. يعني أبوك من الأموريين وأمك من الحسيين، والأموريين والحسيين دول الشعوب الوثنية اللي كانت ساكنة أرض كنعان قبل ما شعب بني إسرائيل يدخلوا لها، عشان يفكرنا ببعد الخطية. وأدم وحواء لما سمعوا لكلام الحية وأكلوا من الشجرة خلاص انفصلوا عن الله، وبقوا كده بالضبط في نفس الحالة دي. ويقول: يوم ولدتي لم تقطع أو لم تقطع سرتك، وكنت ولم تنظفي بماء، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقميطا. ايه الحالة دي وايه الشكل ده؟ تخيلوا كده مولودة خارجة من رحم امها، سرتها لم تقطع زي ما هي، ما اتغسلتش بمية من نتاج الولادة والحاجات ديت، ولم تملح تمليح. التمليح كان في العادات دي اول ما اتولد البيبي يملحوه عشان ينظفوه من الجراثيم والميكروبات والامراض، ولم تقمط يعني تفضل عاريه وكانت عريانه. ده كان حال البشريه وقت السقوط، وقت الخروج من الجنه. هي دي يا رب النفس البشريه اللي انت جاي تقترن بيها؟ لا، ده لسه بيكمل لنا: وطرحت على وجه الحقل، ومررت بك ورأيتك مدوسة بدمك. يا حاجة صعبة خالص، تخيلوا شكل فتاة كده بالمنظر ده، بدمها كده مدوسة، الكل ماشي يدوس عليها، وعلى وجه الحقل مرمية، ومفيش حد رق عليها علشان ينظفها أو يطهرها، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا نبيا جي علشان يؤتمن أن يخلصها من كده. تعالوا بقى نشوف رب المجد بقى بعد التجسد العريس السمائي: فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب. مررت بك يعني جه الوقت اللي ربنا جه على أرضنا، مر من هنا علشان يبقى جسد، واخد جسد زينا عشان يقترن بينا. فمررت بك وإذا زمنك زمن الحب، زمن الحب اللي هو ملء الزمان اللي جه فيه السيد المسيح
علشان يردنا تاني ويغير لنا الحالة اللي احنا فيها. جاي عشان يرتبط بينا، جاي يتقدم للعروسة دي. تخيلوا العروسة دي اللي هي احنا جاي يتقدم لها بالشكل ده. ليه يا رب؟ حابب فيها ايه؟ زمان حب ايه؟ هو يقول كده زي ما قال يوحنا الحبيب: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هكذا من غير سبب. بتحب فينا ايه يا رب؟ اهو لذاتي في بني آدم. جاي يتقدم علينا، جاي يتقدم لعروسته، يتقدم لينا. وتم الإكليل خلاص، تم الإكليل وتم العرس يوم الجمعة العظيمة. وقدم الشبكة، الشبكة كانت مسامير في إيديه ورجليه وحربة في جنبه، واتكلل بإكليل من شوك وقدم المهر. المهر اللي قدمه لعروسته كان دمه، كان حياته. ما أعجب وما أعظم هذه التقديمات اللي عملها للنفس البشرية اللي ونظفنا ولبسنا، لبس عروسته الحرير والحرير المطرز، واداها بقى من الحلي السويرة من ذهب وأقراط اللي هي حلقان وخزامة في الأنف وفي العنق كده عقد كده جميل، وخلاها حاجة جميلة. وقالوا: قد جملتي جدا جدا. يا سلام عليك يا رب. نظف وحمى وعطر، وفي النهاية إيه اللي حصل يا أحبائي؟ وده حالنا كلنا وحال البشرية. رغم كل اللي عمله معانا رب المجد ده، نيجي في عدد 15 ونلاقي العروسة دي زنت، زنت بجمالها اللي اتكلت عليه. لكل عابر، لكل واحد معدي كانت تزني عليه. الكلام ده كلام حصل؟ اه ده حصل، وصدقوني بيحصل معانا احنا كمان لغاية النهاردة. احنا كل اللي عمله معانا رب المجد الحنين الجميل اللي خدنا عروس ليه، جايين احنا كمان ونخونه. نخونه لما نمشي ورا إبليس، نخونه لما نمشي ورا شهوات العين، شهوة الجسد وتعظم المعيشة، نخونه لما نمشي ورا شهوة المال اللي هي أصل كل الشرور، نخونه لما نمشي للطمع الذي هو عبادة الأوثان، نخونه لما نمشي ورا وسائل التواصل الاجتماعي ببلاويها ومشاكلها وقنوات الفضائية باللي فيها. دحنا دحنا، لكن ربنا طيب خالص وبيحبنا، فياريتنا إحنا كمان نكون عروس طليق بيه عشان تتنعم معاه في الأبدية. أدعوكم يا أحبائي أنكم تقروا الإصحاح بالكامل، هتلاقوه ممتع أوي 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 أوي. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.